محاولة من الجهة اليسرى وتمريرة اللاعب عبد الكريم حسن يبعد الدفاع المغربي خلفان محمد في الوسط ضائعة وانطلاقة لفائدة اللاعب عمر قادوري. عمر قادوري هناك منادات من طرف اللاعب برادة في الجهة اليسرى، برادة عند اللاعب بالهندة، بالهندة ضاعت له الكرة أمام اللاعب خلفان والخطأ واضح بطبيعة الحال، وكان هناك مسك واضح هو بطاقة صفراء مجانية لفائدة اللاعب يونس بلندا في بداية الشوط الثاني. ننتظر التبديلات وننتظر يعني بعض المعطيات الجديدة. أمرابط، جبيرة، برقديش يخوضون يعني عملية الإحماء. بعد اللحظات تبع إعادة المخالفة، مخالفة اللاعب يونس بلندا والكرة عند الحارس أنس نيتي. المنتخب الوطني سيخوض مباراة دولية ودية أخرى يوم الأحد المقبل ضد المنتخب الليبي، بما المنتخب القطري سيواجه منتخب البيرو. رفيلة المنتخب الوطني محاولة ولكن إبعاد من طرف الدفاع. بلال محمد عنصر الارتكاز في الدفاع القطري يؤديان مهمة جيدة، بلال محمد وإبراهيم ماجد. برادا مرين عند اللاعب بالهندا أو عند اللاعب القادوري في منطقة الجزاء ضائعة وتدخل من طرف الدفاع والكرة يعني تخرج في وسط الميدان. لويس مارتينيز يعيد كرة عند الحارس قاسم برهان، كرة طويلة عند اللاعب عصام عدوى. لويس مارتينيز عند اللاعب خلفان، إبراهيم خلفان، سوريا خلفان، محاولة متواصلة والتمرير الجانبي واللاعب زكريا الهاشمي يبعد الكرة. تبقى الحيازة لفائدة المنتخب القطري الذي يواصل ربما على النهج نفسه الذي أنهى به الشوط الأول. كرة عند اللاعب منير عبادي وسط الميدان عند اللاعب عبد العزيز برادة. عبد العزيز برادة وحيد في الرواق الأيسر يبحث عن الحلول ويبحث عن التمرير الجانبي، يراوغ يحتفظ بالكرة يعيدها إلى الخلف. طالت من الجانبية والحارس، الحارس الحكم لم يعلن أي شيء. محاولة وعلى القائم، على القائم. الكل كان ينتظر ربما إعلان عن خطأ لفائدة الحارس قاسم برهان. أمرابط ينتظر ربما الدور للدخول في المراحل المقبلة. حارس قاسم برهان على أرضية الملعب. طبعا إعادة تمريرة التمرير الجانبي للاعب غير فضال والتدخل على الحارس والكرة على القائم كما تابعنا من خلال الإعادة. تسديدة اللاعب عمر القادوري. ممكن الإعلان عن الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. ضاعت المحاولة. مدير مرابط لاعب فريق غلطة سراي. تماس لفائدة المنتخب القطري. عربي الكرة بين أخذ ورد. رفع التماس لفائدة المنتخب الوطني. في دخول تماس زكريا الهاشمي. منير عبادي. لاعب بالهندا. الى اتجاه اللاعب عبد العزيز برادة. ضائعة كرة خارج خط المرمى، ضربة مرمى لفائدة المنتخب القطري. حارس قاسم بران في تنفيذ ضربة المرمى. ولا في وسط الميدان روان دا كوستا، لاعب نبيل درار، متابعه
قيادة الحارس قاسم برهان، خط الدفاع بلال محمد، اللاعب عبد الكريم حسن، عفوا اللاعب المهدي علي، ظهير ايمن كره طويله، اخو اللاعب عصام عدوى، عصام عدوى يعيد كره عند الحارس انس نيتي الى وسط الميدان في اتجاه اللاعب يوسف عربي. هناك رايا، رايا مرفوعه من طرف الحكم المساعد الاول، لم ينتبه لها الحكم مباشره، كانت عوده اللاعب يوسف عربي من مصيده التسلل او من موقع التسلل. خلفه تنفذ من طرف العميد بلال محمد، حكر الهاشمي اول كره عند اللاعب نبيل درار، عند هاشمي هذه الكره مره اخرى ضغط على حامل الكره يعني قوي من طرف لاعبي المنتخب القطري. كرة ناوي ثبات بسلام اتجاه اللاعب عمر قادوري، عمر قادوري يمر عند اللاعب عزيز برادة، محاولة تسديد يسدد لكن فوق المرمى، المحاولة عطيني على تقدير يعني التسديدة تكون مؤثرة بين خشبات مرمى المنتخب القطري، لكن مرت فوق المرمى هذه التسديدة للاعب عبد العزيز برادة في ظل استعصاء يعني دخول التمريرات. اللاعب نبيل درار، هاشمي وسط الميدان، اللاعب عبادي تضيع عند اللاعب خلفان وسط الميدان، عند اللاعب عبد العزيز حاتم تمريرة طويلة، هاشمي يتدخل لإبعاد الكرة، عبادي اللاعب بالهندة غير في الطال، اللاعب عبد العزيز برادة، عبد العزيز برادة يبحث عن حلول يعني المساندة الهجومي لفائدة للاعب يوسف العربي، يعني ما تفتحش مجالات في ظل يعني التماسك الدفاعي للمنتخب القطري. لاعب سوريا، سوريا والخطا لفائده المنتخب القطري. اذا ثلاث تبديلات لفائده المنتخب الوطني، زكريا برقديش، محمد بولحاج، ونور الدين امرابط لانضمام لتشكيل المنتخب الوطني. خروج بدايه عبد العزيز برادة، خروج ايضا زكريا الهاشمي ترك مكانه لزميله في فريق الرجاء هذا ممكن في الحاجة، أيضا خروج لاعب زهير بطال يترك مكانه لزميله زكريا بركديش. ثلاث تبديلات في المنتخب الوطني، دفعة واحدة في هذه اللحظة الأولى، محاولة لفائدة المنتخب القطري وتدخل، تدخل في آخر لحظة لإبعاد الخطورة. انطلاق عند اللاعب عمر قادوري، عمر قادوري يعني ثلاث مهاجمين امام خمس مدافعين، والخطا يرتكب في وسط الميدان من طرف اللاعب عبد العزيز حاتم، يتلقى معه البطاقه الصفراء. محاوله الانطلاق بالهجمات المرتده ما كتعطيش تفوق عددي للمنتخب الوطني. نتابع الخطا، خطا اللاعب عبد العزيز حاتم، يتلقى معه البطاقه الصفراء. المدرب جمال بالماضي يبقي على المجموعة الحالية، ربما يترك لها مجال للعب أوقات أكبر، يعني المس ربما أداء جيد للمجموعة في النصف الثاني من الشوط الأول، والزكي يبحث عن حلول، يبحث عن انسجام أكبر. يأتي المجموعة التي تبقى على مستوى الأداءات الفردية يعني كلاعبين يعتبرون من اجود اللاعبين كاداء جماعي لحد الان، ما زال الفريق المنتخب الوطني يحتاج الى مزيد من العمل. محاوله داكوستا تسديد بقوه، تلمس الكره احد اللاعبين، احد المدافعين، تتحول خارج
الملعب ضربة زاوية لفائدة المنتخب الوطني. بالهندا ننتظر تحركات واختراقات اللاعب نور الدين مرابط. حاولت فك شفرة المنتخب دفاع المنتخب القطري. طويلة وتدخل الحارس قاسم برهان. برهان يعني بأداء جيد، كان صعود اللاعب مروان داكوستا بحثا عن الكرة بمساندة هجومية. يأتي الضربة ثابتة، لكن قلت أن الحارس قاسم برهان يقدم يعني مباراة جيدة، حضور فاعل. الطاقم التقني للمنتخب القطري يدون كل شيء. مخالفة تنفذ من طرف الحارس برهان. ولا ضرب رأس اللاعب نبيل درار عند اللاعب القادوري في اتجاه اللاعب أمرابط، لكن أقرب إلى دفاع المنتخب القطري. يحولها وكرة في التماس لفائدة المنتخب الوطني. فرصة لإبقاء الضغط وإبقاء الحركية. إعادة تنفيذ دخول التماس لفائدة المنتخب القطري. مروان داكوستا لاعب عبادي برقديش. منير عبادي جاء لاعب بالهندا. مروان داكوستا جدارين دفاعيين للمنتخب القطري، لاعبي الوسط ولاعبي الدفاع. ضغط على حامل الكرة ويني أخطاء في التمرير. يعيد حيازة الكرة لفائدة المنتخب القطري في هذه اللحظات. إبعاد من طرف اللاعب إبراهيم مجيد. رأسية لاعب سام عدوى. مجد ابراهيم اتجاه لاعب سوريا. سوريا ضاعت الكره لفائده المنتخب الوطني، وكره في التماس لفائده المنتخب الوطني المغربي. رئيس الاتحاد القطري لكره القدم الشيخ حمد بن خليفه بن حمد الثاني تابع المباراه الى جانب فوزي القشع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. منير عبادي هناك ضغط كبير وسط الميدان. أمرابط نور الدين أمرابط اتجاه لاعب برقديش. رائعة تدخل الدفاع وانطلاق من طرف اللاعب إسماعيل محمد. اللاعب خلفان والتدخل من طرف الدفاع المغربي. اللاعب رام العدوى يبعد الكرة. سوريا وعصام عدوى يحتفظ بالكرة. كسر بين لاعبي المنتخب القطري. تضيع الكرة لفائدة المنتخب القطري والتحول في وانطلاقة لفائدة المنتخب الوطني. عدوى عصام عدوى ضغط قوي من طرف لاعب سوريا. ديرة في اتجاه اللاعب برقديش. برقديش ينطلق في الرواق الايسر. برقديش يستفيد بالكرة، يبحث عن حلول، يمرر، لكن مباشرة عند لاعب المنتخب القطري. لاعب فعالية هجمة سريعة مرتدة لفائدة المنتخب القطري. ذكي يملك ايضا نسبة امتلاك الكرة ايضا. أولى تماس اللاعب يوسف العربي. نبيل درار والحاج في الميدان عند اللاعب منير عبادي. يوسف
الكهربي والخطأ بعيدة المنتخب الوطني. تنفذ الكرة بسرعة عند اللاعب بالهندا نور الدين أمرابط. يد انتشار الكتيف للاعبي المنتخب القطري في نصف الميدان الدفاعي. كرة عند اللاعب برقديش، محاولة برقديش تسديد لكن فوق المرمى، يسدد فوق المرمى. الصاصي الحلول، حلول الاختراق بالتمريرات، ويبقى الحل هو التسديد. لكن حتى تسديد لحد الان كاينش تسديدات مؤطره، كلها تمر فوق المرمى كما هو حال هاتي التسديده من طرف البديل زكريا برقديش. فريق ريال فالادوليد الاسباني ضربه خطا في وسط الميدان. اول تبديل سوف المنتخب القطري سينفذ في هذه اللحظات بدخول اللاعب احمد محمد لاعب رقم 25، سيحل بديلا يعني للاعب خط الوسط اللاعب اسماعيل محمد. احمد محمد اذا يدخل في هذه اللحظات. هذا اللاعب اسماعيل محمد قدم مردود طيب. أول تبديل دائما يعني يحصل بيض جمال الماضي يعني تقريبا بالمجموعة الأساسية التي بدأت المباراة. ارتجال لاعب سوريا، تدخل اللاعب نبيل درار، لاعب مروان داكوستا. مروان داكوستا يتقدم بالكرة يمرر في الجهة اليسرى عند اللاعب زكريا برقديش. ديش كانت منادات على الكرة من طرف اللاعب أمرابط، تمريرة خاطئة تجاه اللاعب بالهندا وصعود اللاعب لويز مارتينيز. التماس قاعدة المنتخب الوطني المغربي على 63 من زمن المباراة، دائما التعادل دون أهداف. مهدي علي رعت الكرة مرة أخرى إلى التماس. أمرابط رائعة للتماس. بين الكرة تتحول الحيازة من منتخب إلى آخر، والكرة عند اللاعب مروان داكوستا. مروان داكوستا في اتجاه اللاعب نبيل درار، درار في اتجاه اللاعب منير عبادي. داكوستا، مروان داكوستا يحول الكرة اتجاه اللاعب زكريا بلقديش لكن أقرب إلى الدفاع القطري. الخطأ هو اللاعب عميد عميد المنتخب الوطني المغربي اللاعب عصام العدوى. الاحتكاك مع لاعب المنتخب القطري خوخي بوعلام. تبادل الحديث بين زكي وسعيد شيبا مدرب الوطني ومساعديه. ضربة خطأ أمام البحث على رأس الحربة اللاعب سوريا. ضربة رأسية عند الحارس أنس نيتي. أنس نيتي طلع الكرة أمام اللاعب مروان داكوستا. المنتخب الوطني المغربي يبحث عن حلول، يبحث عن انسجام اكبر بعد حال الغيابات يعني تركت يعني مكان وتغارات يعني في المنتخب الوطني. هناك ايضا اللاعب اسامه السعيدي الغائب على المنتخب الوطني اضافه للغيابات المعروفه المدينة بن عطيه، اشرف الزعر، زكريا الابيض، مروان الشماخ يعني العائد الفوري وجود المنتخب الوطني. لحد الان في الجيل الحالي للمنتخب الوطني 16 هدف في 62 مباراه دوليه. لان مازلنا نبحث عن حلول ونبحث على يعني انسجام اكبر للمنتخب الوطني. عند اللاعب البديل اسماعيل محمد، لاعب سوريا
والى دفاع الجمهور يحاول ان يحفز اللاعبين لانه ينتظر اداء احسن، ينتظر يعني هجومات مكثفه وايضا اداء قوي. عمرابط نورتينا مرابط لاعب كابتن غلطان سراي العائد بالاعاره الى فريق مالاغا الاسباني. تمريرة ضائعة، تمريرة ضائعة إلى خارج خط المرمى. القادوري نحو اللاعب يوسف العربي لم يكتب لها النجاح. ضربة مرمى لفائدة المنتخب القطري. ضربة مرمى طويلة يلعب حبيب علام بضربة رأسية واللاعب سوريا أمام الحارس سميتي وسديدة تسديدة لم تمر بعيدا عن مرمى الحارس أنس نيتي. دائما الخطر يأتي من القناص. هنا كانت يعني بثلاث لمسات تتحول الكرة إلى انفراد لفائدة المنتخب القطري بعد يعني ضربة مرمى من الحارس قاسم قرآن، ضربة رأسية للاعب خوخي بوعلام ثم القناص سوريا كما انفرد في الشوط الاول يعيد الكره في المره الثانيه وحذاري من المره الثالثه. ولفائده المنتخب القطري مستبعدان ينطلق في وسط الميدان في بوعلام ومحاوله تسديد من بعيد لكن دون خطر على مرمى الحارس انس نيتي. والحاج محمد والحاج في وسط الميدان عند اللاعب عبادي لاكوستا لاعب دافيد ديرار في ادوار دفاعيه كنا ننتظره في ادوار هجوميه احسن. لاعب محمد الحاج موقع ظهير دافع ايمن يتجه اللاعب برقديش الكره في الجهه اليسرى حاوله الدخول والتمرير الجانبي وينتظر المسانده لاعب الهندا تمريره في اتجاه لاعب درار وتدخل الدفاع القطري منتشر بشكل جيد. سوريا بخبره السنوات استطاعت ضربه خطا الوقت يعني كان وحيد امام مجموعه من المدافعين. ونتابع هنا اللاعب مروان داكوستا الذي اصيب إصابة خطيرة للاعب مروان داكوستا. الموسم الماضي يواصل مع نفس الفريق واللاعب مروان داكوستا يحمل خارج ارضيه الملعب. والان يعني التبديل الاضطراري امام ايوب الخالقي سيكون هو البديل المرتقب اللحظات المقبله. مش اصابه خطيره للاعب مروان داكوستا فريق سيفاسبور التركي ايضا. المنتخب القطري
ابراهيم ماجد. ابراهيم ماجد عند الحارس قاسم برهان، كره طويله في اتجاه اللاعب سوريا، واللاعب عدوى الى الحارس انس نيسي. لقى عند اللاعب زكريا بالكديش. زكريا بالكديش يحاول طلب الكره من طرف اللاعب عادل شجوع، لكن الحكم يعني عن المخالفه لفائده المنتخب الوطني. اذا الان لاعب نور الدين ابو رابط سيحل بديل للاعب مروان داكوستا، والرابع تقديم صفوف المنتخب الوطني المغربي. الرابع منير مبروك ينتظر اشاره الحكم حكم الساحه لحسن المجال للاعب نور الدين ابو رابط لدخول لتعزيز خط هجوم المنتخب الوطني. بعد حال دخول اللاعب محمد الحاج الحاج كلاعب ارتكاز الى جانب اللاعب عصام عدوى الى جانبيه، وتدخل من طرف الدفاع القطري يبعد الخطر. كره في زاويه زاويه لفائده المنتخب الوطني المغربي. قد خير هذه الكره المحاولة والتمرير الجانبي والتدخل من طرف الدفاع مرة أخرى. كرة عند اللاعب عبادي تفتك منه الكرة، والحيازة تتحول لفائدة اللاعب سوريا. سوريا لاعب خبرة سنوات بعد الحال يحتفظ بالكرة ويصطاد ضربة خطأ. اللاعب مروان داكوستا يسيب قاسم برهان في تنفيذ المخالفة. بالدرار واللاعب موفي وعلام تماس بيادة المنتخب الوطني. تقدم عند اللاعب محمد الحاج جاء اللاعب عصام عدوى. عصام عدوى يحول الكرة عند اللاعب بركديش مدير الايسر، والتمرير الجانبي عند لاعب المنتخب القطري منير عبادي في وسط الميدان. من عند لاعب درار، لاعب مرابط نور الدين مرابط، لاعب منير عبادي مرابط. الدفاع الداخل على حامل الكرة اللي ما كيتركش مجالات امام اللاعبين المغاربة للتحرك. وادي يحاول الكرة عند اللاعب بركديش. بركديش مرير اتجاه اللاعب يوسف العربي، واقرب الى الحارس المسيطر على منطقة المرمى ومنطقة الجزاء ككل. برهان قاسم طويلة مباشرة عند دفاع المنتخب الوطني. العميد عصام العدوى، زكريا بركديش، اللاعب عبادي، ودينا مرابط، عاطف شخشوح، اللاعب زكريا بركديش. التماس كانت متواصلة. مباراة ضائعة ايضا متواصلة. سيحمل خارج الملعب للنظر في وضعية هذه الإصابة التي أصيب بها. عند اللاعب نبي درار إلى خلف عند اللاعب محمد أبو الحاج إلى اللاعب عصام عدوى. عصام عدوى التمريرات الطويلة إلى اللاعب نور الدين مرابط. نور الدين مرابط محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، المحاولة والتسديد لكن تسدد على الحارس على العميد بلال محمد وتتحول خارج أرضية الملعب. ضربة زاوية لقيادة المنتخب الوطني. ضربة زاوية في تنفيذ اللاعب يونس بالهندا. 75 مرات على زمن المباراة الربع ساعة الأخير. المحاولة متواصلة والمباراة متواصلة.
المتواصلة والتعادل السلبية، التعادل دون أهداف متواصل أيضا. مباراة دائما متواصلة على نفس الإيقاعات. تميز مباراة المنتخب الوطني الأخيرة. ماجد سينقل اللاعب سلامة اللاعب خارج الملعب، وكرة ضائعة لفائدة الخلفاء المنتخب القطري. خطيرة 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 هذه المحاولات، وحذاري من انفراد ثالث يمكن أن يصيب المنتخب الوطني بهدف يكون يعني صاحب اشكال. تسديده انضرب اللاعب في بوعلام فوق المرمى. ابدا الفريق القطري يجد حلول يعني في الهجوم، تحركات الثنائي خوخي بوعلام وسيباستيان سوريا. تمريرات ضائعه كثيره 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 جدا. نسبه امتلاك تتحول لفائده المنتخب القطري بعدما بدات المباراه على الاقل في المراحل الاولى بنسبه امتلاك مهمه لدى لاعبي المنتخب الوطني. بلال محمد وطويلة تجاه اللاعب سيباستيان سوريا. الخطأ لفائدة اللاعب عبد الكريم حسن. المخالفة ضربات ثابتة كانت حلا لاقتراب من مرمى الحارس نتيف في أكثر من مناسبة سابقة. هذا الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، والحكم يعلن المخالفة لفائدة المنتخب لفائدة دفاع المنتخب الوطني. أنس نتيف في تنفيذ المخالفة. ننتظر يعني انتفاضه في هذه اللحظات الاخيره في هذه يعني 12 و13 دقيقه المتبقيه الى جانب الوقت بدل الضائع. منير عبادي في اتجاه اللاعب نبيل درار. نبيل درار عند اللاعب نور الدين امرابط. امرابط يحاول اختراق الجهه اليمنى. كره طويله والتمرير جانبي دون فعاليه بسهوله عند الحارس قاسم برهان. ويعني تجرى تبديلات اخرى في المنتخب القطري. عند اللاعب محمد الحاج نبيل درار. امرابط درار عند اللاعب الهندا. الهندا باتجاه اللاعب عاطف شحشوح. اللاعب برقديش في الجهه اليسرى. برقديش عند اللاعب شحشوح. عاطف شحشوح بالخلف عند اللاعب بالهندا. سيكون عند اللاعب بالهندا الان لكن تدخل الدفاع واللاعب الوسط ابعاد الخطر. والكره متواصله بين المنتخب الوطني عند اللاعب القادري. والدفاع تبدا السلامه يبعد بعد الكره الى التماس من طرف اللاعب عبد الكريم حسن. الان تبديلين بسهوله المنتخب القطري، دخول اللاعبين رقم 15 لاعب علي اسد الله وايضا اللاعب رقم 27 هو اللاعب حسين علي. خروج لاعب خلفان ابراهيم خلفان. اعتقد ايضا اللاعب الثاني اللاعب رقم 5 لاعب عبد العزيز حاتم لاعب خط الوسط. لاعب خط وسط هجومي. دخول اللاعب حسين علي. ثالث تبديل صوب المنتخب القطري. اللاعب او المدرب جمال بالماضي راهن على يعني المجموعه الاساسيه. نبيل ديراب تمريره جانبيه المحاوله مرت هنا مجموعه من اللاعبين المغاربه دون حركيه.
لمحاولة اصطياد هذه التمريرة الجانبية بضربة رأسية. رفع التماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. 10 دقائق متبقية لنهاية الوقت الأصلي للمباراة. محمد الحاج، نبيل درار، درار في وسط الميدان، يلعب منير عبادي، قادوري، لاعب يوسف العربي، يوسف العربي باتجاه لاعب درار او لاعب نور الدين مرابط. نور الدين عند لاعب درار، درار ومحاولة التمرير الجانبي داخل منطقة الجزاء، ومجموعة من المدافعين امام يوسف العربي وعمر قادوري، محاولة تسديد من بعيد. جميلة 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 التسديدة المؤثرة الأولى للمنتخب الوطني، أول تسديدة مؤثرة تبعد بصعوبة من طرف الحارس قاسم برهان. عاطف شحشوح رمى بالكرة في الزاوية البعيدة على الحارس قاسم برهان. تبديل آخر في صفوف المنتخب الوطني. تقب بعد لحظات دخول المنتخب اللاعب محمد بن رابح. لاعب اعتقد اللاعب عمر القادوري. الحارس يتلقى الاسهاب داخل ارضية الملعب على الصورة اللاعب عاطف شحشوح. الذي يغادر أرضية الملعب هو اللاعب محمد بن رابح عن فريق الوداد البيضاوي. عاطف شحشوح في تنفيذ الزاوية صاحبة التسديدة الأخيرة. سيكون تبديل في حرس مرمى المنتخب القطري بسبب إصابة الحارس قاسم برهان. دخول المرتقب للحارس البديل الحارس سعد عبد الله. عندنا التبديل الرابع الان في صفوف المنتخب القطري. ضربة رأسية جميلة من طرف اللاعب يوسف عربي، لكن تدخل الدفاع وتبعد الكرة. حاول انطلاق في الهجمة المرتدة بالتغطية لاعب زكريا برقديش. لاعب منير عبادي تمريرة طويلة للاعب عاطف شحشوح. تدخل الدفاع القطري، ابعاد الكرة عند اللاعب الرابح. تكسير بين اللاعبين، علاقة اللاعب رابط الجهة اليسرى كيتحول الجهة اليسرى بعد لحظات، لكن بدون فعالية. في التماس قيادة المنتخب الوطني. الدقيقة 85 اتجاه اللاعب يوسف العربي بعيد عليه الحارس البديل سعد عبد الله. ايضا بعض الاوقات في هذه المباراة الدولية الودية يسعى من خلال المنتخب القطري لاستعادة الثقة بطبيعة الحال بعد خسارة نوعا ما كانت قاسية من طرف في مواجهة فريق ملقا الاسباني. مع المنتخب الوطني المغربي هذه النتيجة هي مباراة إعدادية لكن لا تخدم مصالحها بعد خسارتين في آخر مباراتين بين ضد كل من منتخب أنغولا ومنتخب روسيا. عمر قادوري في لاعب يوسف عربي، حاول الدفاع لإبعاد الكرة
انطلاقه لافاده المنتخب القطري والخطا على اللاعب علي اسد الله. و منير عبادي تلقى بطاقه صفراء. ضربه خطا. رهان كبير، رهان الاعداد للنسخه 30 لكاس امم افريقيا للمغرب، سيكون رهان كبير وتحدي كبير، يجب ان يرفعه المنتخب الوطني بنجاح، لكن بفعاليه اكبر مطلوبه. هذه حدود المباراه لحد الان لا يعطي الانطباع لامكانيه مقارعه اقوياء القاره الافريقية. هذا واقع، يعني انتظار باقي المباريات، باقي المواعيد المقبلة، باقي موعد آخر في شهر أكتوبر المقبل، موعد فيفا آخر. ضربة رأسية إدارة، يبعد الكرة، دفاع المنتخب القطري، أخذ ورد. عمر قدوري يبحث عن الحلول، يمر على اللاعب نور الدين مرابط، والخطأ الخطأ على اللاعب رقم 8 لويز مارتينيز. محمود الحاج في تنفيذ المخالفة. اللاعب نبيل درار. الحاج يخالف عند العميد عصام عدوى. تمريرة طويلة في اللاعب نور الدين مرابط. نور الدين مرابط يسير الكرة، تمكن من الكرة لكن يبعدها إلى التماس. بالفعل كان هو آخر من لمس الكرة أمام عيون الحكم المساعد الأول لمباراة موريبا دياكيدي. كوريا عند اللاعب علي أسد الله. لاعب لويز مارتينيز في وسط الميدان، يحاول إلى الجهة اليمنى عند اللاعب كريم حسن. محاولة الدخول والتمرير بين اللاعبين. ضائعة عصام عدوى. عند اللاعب نور الدين مرابط. نور الدين مرابط يفضل الانطلاق عند اللاعب عمر قدوري. عمر قدوري في الجهة اليمنى، تمريرة جانبية لكن عند أقرب إلى المدافعين. والكرة يعني عند اللاعب البديل رقم 25 اللاعب أحمد محمد. وصل الميدان اللاعب لويز مارتينيز. كرة طويلة في الجهة اليمنى عند البديل علي أسد الله. اللاعب 25 عبد الحسين علي. ضائعة التماس. أقل من دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. الشوط الثاني للمنتخب الوطني عجز أنه يجد حلول يعني في منطقة الهجوم. إذا واحدة كانت مؤثرة من طرف اللاعب عاطف الشرح ربما هي التي يمكن تسجيلها كمحاولة للتسجيل في هذا الشوط الثاني. ذلك كرات ضائعة وكرة في وسط الميدان وبعد مناوشات عاطف شحشوح. اللاعب تسديدة من بعيد من طرف اللاعب الرابح مباشرة وبسهولة عند الحارس البديل السعد عبد الله. الصورة اللاعب محمد الرابح لاعب الوداد البيضاوي. الناس في هذا المنتخب القطري. سوريا كادي يكون مسجل الهدف الاول في مناسبتين في الشوط الاول وفي الشوط الثاني من انفرادين. اربع دقائق وقت بدل رائع يحتسبها الحكم المالي بوبو تراوري. تماس ابي درار. لعب محمد الحاج.
اللاعب عصام العدوى. تكديش عاطف الشوح على الكره وصل الميدان لفريق المنتخب القطري احمد محمد. علي اسد الله خطا لفريق المنتخب الوطني. اذا نلعب الان زمن الوقت بدل الضائع. مباراه اعداديه وديه ربما نجح فيها المنتخب القطري بامتياز لاستعاده الثقه البحث عن حلول المباريات الوديه المقبله التي يستعد بها للخليجي 22 في السعوديه وايضا لكاس امم اسيا. تبديل اخر في المنتخب القطري واللاعب عبد الله مشعل ينضم الى صفوف المنتخب القطري. يعود اللاعب اخي بوعلام عاطف الشوح. عاطف الشوح عند لاعب بركديش محاولة عند اللاعب يوسف عربي على تسلل كاينة في وضع تسلل اللاعب يوسف العربي. وراي ربما كانت وضعية تسلل ديال اللاعب يوسف العربي كان متقدم على المدافعين الأخيرين للمنتخب القطري. طويلة تنفذ من طرف الحارس سعد عبد الله. طرف التماس لقيادة المنتخب القطري. مباراة ربما تسير نحو التعادل دون أهداف. تعادل يبقي يعني علامة استفهام متواصلة. وإلياس عبد الكبير بديل للقناص سوريا. قدم يعني فرض جيد في مباراة اليوم. الله ينور في خط الدفاع المنتخب الوطني. قد يكون اخر تبديل صوف المنتخب القطري او في المباراه ككل. كم يترك الامتياز ومواصله اللعب. اللاعب عاطف الشحشوح يحاول المناورة والتمرير عند اللاعب عمر قدوري لكن تبعد من طرف الدفاع. تعود عند دفاع المنتخب الوطني عند اللاعب محمد الحاج. محمد الحاج منتظر المساندة. يمر عند اللاعب منير عبادي في وسط الميدان. عصام العدوى آخر لحظات المباراة. التمرير الجانبي سيكون مطلوب والتمرير رائع من طرف اللاعب زكريا بركديش. هكذا كانت أجواء هذه المباراة الإعدادية. مستوى لم يرقى لاهتمام وطموحات كل من تابع المباراة في الملعب أو خلف الشاشة. يعني علامات الاستفهام مطروحة وسننتظر حتى يعني الانتظار بشكل كبير عند اللاعب نور الدين مرابط آخر اللحظات. دينا مرابط وضرار في الجهة اليمنى. ضرار تمرير جانبية والكرة للدفاع. الدفاع يسيطر على الكرة والحكم ربما سيعلن بعد لحظات عن نهاية المباراة. بالفعل الآن الحكم الدولي المالي بوبو طاري لنهاية المباراة. المشاهدين الكرام تحية لكل زملاء الدين البشر معكم هذا البث المباشر من التحقيق صلاح الدين البشير. يحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بعد نجاحها في تنظيم الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى والبطولة الإفريقية لألعاب القوى للكبار، تعود المدينة الحمراء لتستضيف كأس القارات لألعاب القوى في نسخته الثانية، وذلك بمشاركة وفود من قارات إفريقيا، أمريكا، آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. كونوا في الموعد يومي 3 و14 شتنبر 2014 بالملعب الكبير بمراكش.